حسن الترابي هذا يوم كان يقاتلون في الجنوب أنا بعيني رأيت إذا مات الرجل الشاب في الجنوب يرسلون مندوب من جبهة الإنقاذ الإخوانية ذي ويعملون زينة كذا كاحتفال يسمونه عرس الشهيد ويعقدون له على حورية. سبحان الله. ها؟ حورية يعقدون له على حورية يعقدوا اسم الشاب وكذا وهذا حورية من حوريات الجنة. هيشوف السفة عند الإخوان. هذا حسن الترابي كان يقوده وأنا رأيت بعيني في السودان ما أقول قيل لي رأيت مرة قالوا لهذا عرس الحورية يضحكون عقل على الشباب. الغريبة بعد ما انفصل حسن الترابي من الجبهة وأقام له جماعة قال في محاضرة من المحاضرات للنساء في محاضرة النساء ما في حور عين في الجنة أنتم النساء الدنيا وأنتم الحورين. فقامت له واحدة عامية قالت لي يا مولانا أنت لك 10 سنوات قاعد ترمي الشباب في الجنوب وتعقد عليهم على الحورية الآن تجي تنكر هذا؟ فسكت ما رد. وهذا ذكرنا بكلام شيخ الإسلام عبد الوهاب عامي واحد يغلب 1000 من علماء إيش السوء. أنت لك 10 سنوات تعقد للشباب على الحورية وبعد ما فصلوك من الدولة وكذا قلت ما في